منعمة تشترط 3000 درهم للحديث معها. يبدو أن اليوتيوبرز المعروفة بمنعمة صاحبة قناة منعمة البدوية لم تعد تجني الأرباح الكافية من قناتها الرسمية بعد قضية اعتقالها، ما جعلها تلجأ لطرق أخرى لكسب مصدر رزقها والحفاظ على شهرتها في السوشيال ميديا. منعمة وضعت مجموعة من الشروط أمام الراغبين في دعم قنواتهم وكذا أمام المنابر الإعلامية التي ترغب في الحديث معها، من بينها أداء مبلغ 3000 درهم مع أداء تسويق مالي قبل تصويرها للفيديو. وعلى الرغم من المشاكل التي واجهتها صاحبة قناة منعمة البدوية، إلا أنها حريصة على الاستثمار بها وضمان أرباحها من فيديوهات تشكل لها ولزوجها مصدر رزق لهما. وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالبيضاء قد أذانت منعمة بالحبس النافذ لمدة سنة قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيف الحكم الابتدائي الصادر ضدها إلى 3 أشهر على خلفية نشر فيديو تنفي فيه وجود وباء كورونا وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات للوقاية وقرارات السلطة العامة الاحترازية.